تطبيق عمل المختبر البيئي في الجامعة الأمريكية في بيروت. الدراسة نفذها أبي شاكر منذ أسبوعين بعد جدال مع أفراد من عائلته على ضرورة التوقف عن هذه العادة نظراً إلى مخاطرها لا سيما على الأطفال. هالإشياء اللي عم تتطاير عم ترجع تنزل على الكيك هو زيته، بس أكيد واحد ما بيشوف. رح نعمل تجربة كتير بسيطة حتى نقدر ناخد هالغبار يلي ما قدرنا نشوفه على الكيك، رح نجرب نشوفه على ورقة، على ورقة بيضاء. هلأ إذا واحد بيقدر يقرب ويتطلع رح بيشوف إنه في مثل غبيرات سوداء نزلت على الورقة يلي هي تقريبا بحجم الكيك. يعني هيدي هي هالغبار يلي كبوه هالشموع هيدي فوق الكيك. أخذنا هيدي العينة لما شفنا هيك وحللناها مشان شو بتحتوي على معادن ثقيلة، وتبين إنه بين في 10 معادن كلها خطرة، فيها زئبق، فيها رصاص، فيها كروم بكميات يعني ما كتير محبذ إنها تفوت على جسم الإنسان. يعني الزئبق مثلاً بيضرب عمل الكلاوي، الرصاص كمان مش منيح أبداً بيضرب الكبد، الكادميوم هو مسم، الإينازرنيخ أرسنيك، أرسنيك نابليون سمموا له تمات بالأرسنيك. الأولاد قديش بيروحوا على أعياد ميلاد على كم سنة؟ طب إذا راحوا على شي 15 عيد بالسنة على مدة 5 سنين صاروا مستودع رصاص الأولاد يعني.